الشخص ممكن ينتقد على عدة شغلات بيعملها وأهمهم الاتيكيت، لهيك في أشخاص بتساعدنا وبتوصلنا المساج بطريقة سلسة ومهضومة، واليوم ضيفتنا خبيرة الاتيكيت والبروتوكول كارمن حجار. بونسوار كارمن. بونسوار، بونسوار لإليك ولكل المشاهدين. شو هالجمال، شو هاللون الحلو. ميرسي كثير، اسم الله عليكي أنت كمان، ما بتشكي من شيء أبدا. ميرسي ميرسي، أنا كثير مبسوطة إنك معنا اليوم، نحن على طول بنتابعك وحتى عنا بنكست بنحط لك اخبارك دائما. مزبوط، ثانك يو. كارمن، بالبدايه عندك الكتاب الجديد يلي عملتيه وهي فكرته كثير مهضومه، انه نحن بنفتح كل يوم وبنعرف موضوع معين نحكي فيه ونتعلم عنه اكثر، صح؟ بالفعل، هو هالكتاب بيشبه صفحات الانستغرام، يعني هيك خفيف نظيف لايت، بقى هو على شكل نصيحه بصفحه. في عندنا 365 نصيحة ب 365 صفحة، يعني كل يوم فينا ننقي نصيحة معينة بالفعل وناخذ فيها، هيك بنكون بسنة تعلمنا 365 يعني نصيحة. إذا بدك، هي عبارة عن كيف لازم نتصرف وكله ريليتد لآداب المائدة. كيف لازم كيف نعمل الطاولة، مزبوط، كيف لازم نتصرف على الطاولة، القصص اللي فينا نعملها اي واللي ما فينا نعملها، كضيوف كيف لازم نتصرف اذا انعزمنا، كاصحاب دعوه كيف لازم نتصرف، بالمطاعم كيف لازم نتصرف، والبوفيه كيف كمان لازم نتصرف، واخر بارتي هي انواع ماكولات كيف لازم تتاكل. وهون كتار ناس بتسالني بالايد مش بالايد، بالشوكه بالسكينه، بقى اخر بارتي عملناها لحتى نقول القصص بشو بتتاكل. طيب اذا بدنا نطلب منك تفتحي هيك الكتاب نشوف اي نصيحه رح تطلع لنا اليوم. يلا اوكي، هون طلع لنا شيء عن الرز. يا الله الرز، رح نشوف نرجع فيديو عن الرز. مزبوط مزبوط، بالفعل هون بنقول انه يؤكل الرز بالعيدان او تشوبستكس في بلدان الشرق الاوسط الاقصى، اكيد مبلشين هون قبل عم نحكي عن الرز. ويؤكل باليد وتكون اليسرى خلف الظهر لإفساح المجال للآخرين بالمنسف. لكن الرز في عدة طرق لناكله، هلا بدنا نشوف بالفيديو وبعد شوي. الفيديو كثير مهضوم، رح نشوفه سوا ونرجع نعلق عليه. بالفعل. هلا؟ يلا. فوالا. الرز بيتاكل بالشوكة، الشوكة بالشمال، السكينة باليمين، ممكن ناكله بهذا الشكل كونتيننتال ستايل، أو نقلب الشوكة على اليمين والسكينة على الشمال وناكله بهذا الشكل على حسب الشريعة الإسلامية باليمين. هيدي كانت نصيحة بدقيقة مع كارمن، وما ننسى أنه احترام الناس هو الأساس. هاي، الرز ما بناكله بالملقعة، الملقعة بس للشوربة. الرز بيتاكل بالشوكة، الشوكة بالشمال، السكينة باليمين، ممكن ناكله بهذا الشكل كونتيننتال ستايل، أو نقلب الشوكة على اليمين والسكينة على الشمال وناكله بهذا الشكل على حسب الشريعة الإسلامية باليمين. هيدي كانت نصيحة بدقيقة مع كارمن، وما ننسى أنه احترام الناس. كارمن يعني بتتضايق بس مثلا يعملوا هيك فيديوز يمكن يتنمروا؟ بالعكس بالعكس، تعودت وبالعكس ببسط كثير. هلا بصير بقول انه هذا الفيديو بلكن يضحك كثير عالم بس ما ينتقدوا، بس بيوصل المسج كمان. بيوصل المسج اكزاكتلي. انا كنت من الاوائل اللي بقول انه الرز ما بيتاكل بالملقعه، بيتاكل بالشوكه، وهذا الفيديو راح فايرل بشكل كثير كبير خاصه بالبلاد العربيه. وهون لو تكفى الفيديو على الاخير يورجون انه نحن هيك بناكل بالايد، مش لا بشوكه ولا بالملقعه. طيب بس كارمن، بس هلا مثلا اذا بدنا نحكي هيك بيني وبينك، ما هي بالملقعه اطيب، هيك بتنتلي مثلا الرز، بعدين حتى شفت بالفيديو كميه معينه بتنحط بالشوكه مش بتتعرم يعني. صح؟ معك حق. هلا في كثير نحن معودين وبلكن من اهلنا اخذناها انه الملقعه لنغرف ونعبي، صح، ان كانتيتي، هيك اذا بدنا نعبي بدنا نصير نفتح تمنا كثير كبير لنفوت الملقعه، لهيك الشوكه هيك رفيعه على الضيق ما بنفتح تمنا كثير بيكون انسب. لا بالفعل، هي الرز على طول بيتاكل بالشوكه، الملقعه بس للشوربات،
يعني على عكس ما كثير ناس بتفكر انه الملقى لليخيني وهيك. طب اذا بدنا ناكل مع لبن؟ مع لبن خلص صرنا غير حساب، صرنا بنستعمل اللقمه اكيد يعني صارت الملقى اكيد. طب بياكلون اوقات بالخبز كمان على الرز؟ ايه في كثير ناس بتاكل بالخبز، بس هيدي مش الطريقه يعني اصلا مش لوجيك يعني. صح كمان كل واحد على راحته بياكل. نحن دايما على طول ريتا بكل الفيديوهات بقول لهم الاتيكيت هيك بتقول، بس انتو مثل ما بدكم تصرفوا يعني ما في مشكله. حبيتي تاكلي التبوله بالشوكه، في ناس بتاكلها بالملقعه، في ناس بتاكلها بالخبزه مثل ما عم بتقول. بتاكل التبوله لازم بالشوكه، هي سلاد بتاكل بالشوكه. بقى في كثير ناس شو ما كان مش ما بدنا كثير نشدد هالقد، ما بدنا ننقذ العالم كثير، لا المهم تتاكل بترتيب. هذا هو ال عم بيسألونا عن الزيتونة، وصل لها هلا على التليفون. الزيتونة كيف تتاكل؟ ايه الزيتونة اكزاكتلي الزيتونة إذا كانت عم تتقدم لحالها، يعني في كاسة زيتون، وإذا نحن لاكي إناف وحاطين كردة أو بانس، أوكي بنلقطها بالبانس وبنحطها بصحننا وبناكلها بإيدنا. إذا ما في بالإيد يعني فينا الإصبعين نستعملهم، ناخذ الزيتونة ناكلهم، نحط العجوة بكف الإيد ونحطها على جنب الصحن، يعني مثل كأنه كرز. مثل كأنه كرز، مثل هلا عملت فيديو، آخر فيديو نزل هو عن الجناريك. اكزاكتلي يعني كثير ناس بتسألني إنه مش شوكة مش سكينة، يا عمي لا مش كل شيء بالشوكة والسكينة، لا في كثير قصص بتتاكل بالإيد، ما بدنا كثير نعقد الامور. طب كارمن في اتيكيت لكميه الاكل اللي بتتاكل؟ يعني اذا كنا معزومين مثلا على عزيمه وفي مثلا جات جينيريك وهو بتعرف الجينيريك نقطه ضعف اللبنانيين، كم حبه لازم ياكل؟ هلا كل بناكل على قد ما بدنا ولا نشبع. هلا فيكي اذا مش انه عيب بقولوا هيدا مثلا كنت فجعان ابدا ابدا ابدا. هلا اذا كان في اربع حبات مثلا ونحن اربع اشخاص، حلو اني انا اقول اكلت حبه، تم ريتا بدها حبه، لازم نفرق. ايه لازم نفرق. هلا اذا كان في ان كانتيتي اكيد انا اذا حب اكل قد ما بدي باكل، وبالعكس يعني المضيف اللي بحب يشوف ضيوفه عم تاكلوا مبسوطين، يعني ابدا ما في مشكله بالكوانتيتيز ابدا اطلاقا. يعني انت ضد فكره اللي بيقولوا بنتعشى او بنتغدى بالبيت بنرجع بنروح على العزيمه تنكون انه شبعانين اوريدي وما ناكل كثير؟ ثانك يو، كثير حلو هذا السؤال. عاده نحن بنقول لهم بالبزنس لانش، اذا كان عندي نتوركينج ايفنت او بزنس لانش، انا هون الايم تبعي مش اني اكل، مش يلا 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 بدي اكل، او رايحين على نتوركينج ما بعرف شركه عامله حفله لاطلاق منتوج لها او كونفرنس بيبقى في اكل. بقى هون انا رايحه عندي بيربس معين، هو اني احضر المحاضره، مش بيربس اكل. مش بيربس اكل. في ناس بتوصل دغري بتصير عم تاكل وبتاكل بهيك بكميات كثير كبيره، لهيك بنقول لا كلوا نحن رايحين نشتغل، هيدا شغل هون. ايه بس اذا كنت معزومه عزمتك لعندي على العشاء، بليز ريتا تعي جوعانه كثير، واهلا وسهلا بكل العالم. انا الفكره انه على طول جوعانه. ايه اهلا وسهلا. ما عندي مشكله، اهلا وسهلا، ما في مشكله ابدا بالكانتيتي ابدا. بتعرفي بالحياه في اوقات وهم وفي اوقات حقيقه. مزبوط. رح نروح سوا على اول فقره بحلقتنا وهي وهم. يلا رح نعرض عليك بعض الجمال، بدك تقولي لنا اذا هدول يمكن صاروا معك بحياتك او ولا يمكن يصيروا، يعني يكونوا وهم. بنبدا. كارمن حجار تسحب كتابه من هذه الدول؟ اكيد لا. ممكن يكون في سبب معين يخليك تسحبي مثلا كتاب معين، يمكن ما بيتماشى مع الاتيكيت تبعت هيدي الدوله. لا، الاتيكيت هي لغه ولغه عالميه. أوكي. يعني تطبق بكل الدول. بالعكس انا بدي كتابي بكل دوله بالعكس، الا طبعا الدوله المعاديه لنا اكيد لا، بس انه اكيد بدي اياها بكل دوله بدي كتابي، وعلى فوق عم نترجمه لعده لغات ليكون موجود. اي مع لازم. للكل. اي مشاركة بدور بيشبهك بمسلسل على احدى المنصات، دور تمثيل. ليش لا؟ اي وش بتحبه؟
بحب انه يعني كثير اوقات في بروجرامات هلا انعملت برا طبعا بتحكي عن الاتيكيت، يعني مدربه اتيكيت، خبيره اتيكيت زميله لإلي مثلا، بتجيب الناس الاشخاص بيكون عندهم مشاكل معينه سوشيالي، بيتلبكوا ما بيعرفوا، عندهم خجل معين. عمل بقى على نتفليكس كان في بروجرام بتورجينا كيف بيتحول الشخص، كيف بنعمل ميك اب اوفر، في كتير برامج هيك وبيتحول الشخص من اول البرنامج للاخر. بقى مع خبيره الاتيكيت والبروتوكول ممكن يتحول الشخص بطريقه اكله، طريقه مشيته، قعدته، حديثه، لبسه، كل هيدي حلو انه ينعمل بروجرام هيك. يعني ممكن نشوفك يوما ما بالبروجرام او بمشاركه بتمثيل مثلا مسلسل، اي بلكن كخبيره اتيكيت. اي صح. لاسباب غامضه تعتذر كارمن حجار عن مقابله على الهواء قبل 15 دقيقه. غامضه اكيد لا، بس قاهره بتصير. ودائما نحن هون بنقول الاعتذار دائما هون على فوق الاعتذار عن العزايم ديزون، عن اي عزيمه، وخاصه عزايم بمطاعم، خاصه عزايم ببيوت. ما حلو ابدا الاعتذار قبل 15 دقيقه وقبل الا لاسباب قاهره. بنحط ثلاث شحاويط تحت كلمه قاهره، لان انا عزمتك على المطعم، انا اوريدي دافعه، انا عزمتك على بيتي حاسب بحساب 10 اشخاص، انت منون؟ بقى لازم عن جد يكون الغيزون فالابل لحتى تقولي لي اخر تكي انا ما فيي. الله لا يقدر يعني صار شيء. قبل بقد ايه وقت لازم الاعتذار؟ الاعتذار لاسباب مثلا جد عليكي طارئ، او في كثير ناس للاسف بتعتذر لانه صح لها عزيمه ثانيه اهم. أوف. وهذا شيء كثير غلط ومسيء. بدنا نعتذر على القليل قبل بيوم بيومين لحتى نسمح لصاحب الدعوة يقدر يعزم حدا غيرنا. عم نحكي على عشاء بريفي. طب إذا في حال صارت معك واضطريت تلغي العزيمة، كيف بتعوضي للأشخاص اللي كانوا عازمينك أو إذا كان عندك مقابلة على الهواء؟ يعني بدي أعتذر، بدي أعتذر بقوة وبشدة، وما بعرف إذا بيزعلوا ولا لا. يعني ترجع بتعزميهم لعندك؟ اكيد هلا العزايم اخذوا عطا، اكيد هيدي بدها تصير تبادل العزايم، بس على طول منشدد الاعتذار اخر تكي ابدا ما بيسوى. وللاسف للاسف انا كنت بعرس من جمعتين، طاوله شرف، معلي خلينا طاوله شرف محطوطه بتعرفي طاولات الشرف بتبقى محطوطه يعني بمطرح مرتب على البيست، كان عليها 20 شخص سبوزي، ما اجى من هالعشرين شخص الا 4 اشخاص. يا هيدا عن جد شيء كثير معيب. بعرف انه هدول الاشخاص ناس في اي بي مهمين وإلهم مكانتهم وإلهم وإلهم. طيب اكدتوا حضوركم، ليه ما حضرتوا؟ ليه ما جيتوا اخر تكي؟ يعني هيدا شغله. وتصوري ما فيك تعبي طاوله موجوده على البيست اخر تكي 20 اشخاص، تقولي لناس تانيين قربوا قربوا تعوا اقعدوا. بقى ما حلو ابدا اللي تقيمي لاصحاب الدعوه، وهون معلي نحن اللبنانيه للاسف عم نعملها صايرين. لهيك منقول بدنا اتيكيت، بدنا اتيكيت لما نتصرف هيك تصرف. هيدا مؤذي، مؤذي يعني اصحاب الاشخاص يلي عازمينك، يلي عازمين انه انا عملت لي عملت لكم قيمه وعزمتكم واكدتوا حضوركم ما جيتوا، ليه؟ بقى كثير مهم انه ننتبه لهالشغله. كارمن حجار الى عالم السياسه، وهم ام حقيقه؟ خلي انا جوزي بالسياسه. ما بتحب تكوني بالسياسه؟ انا بحب تكون يعني بحب اكيد اعطيه سبورت لجوزي، جوزي الي رزق شوي هيك شوي كثير انفولد بالسياسه. بقى لا انا بالسياسه لا، بعطي رايي عندي ارائي اكيد، بس اللي بيشتغل اكثر سياسه. يعني خليتي يعني لزوجك وخلينا نحن الاتيكيت. نحن الاتيكيت لإلي والسياسه لإلي. هيدي كانت اول فقره بحلقتنا، رح ناخذ بريك صغير ونرجع اكيد، انطرونا.
ورجعنا بعد البريك ومكملين مع ضيفتنا كارمن حجار يلي كتير مبسوطين بهالحلقة. وهلا أنا فتحت أشوف شو بده يطلع عليه. طلع عليه في المطاعم يبدأ الأكل عندما تصل كل الأطباق للجميع على الطاولة. مزبوط. هذا هون شو بيكون قصدنا؟ بس ينزل كل البلايات على الطاولة أما بس يوصل البلايات لعند الكل اللي طالبين؟ يكون كل واحد طالب أوردر شيء. مزبوط. هلا نحن رايحين لنتعشى سوا. ما بس كتير أوقات وهذه غلطة من المطعم إنه ينزل البلاتة بعي قبل البلاتة بعيك. ما مفروض أنا بلش بالأكل قبل ما أنت تبلش بالأكل. ما كنا رايحين لنتعشى كنا سوا. هذه غلطة مطعم. بس في حال صارت أنا وصلني البلا أو حضرتك وصل لك البلا قبل بقول لك ريتا بليز جو أهيد قبل ما يسقع سخني. أنا اللي ما وصل لي بتقولي لي لا أنا بنطر لأنت لا بليز كلي قبل ما يسقع. هون بعطيك يعني بقول لك إنه بليز كلي. بس بكيس إذا مثلا ميزة لبنانية كل شوية نزل بلا معين هذا شيرينج. كنا شيرينج كنا بناكل كنا سوا مع بعض ما في مشكلة. طيب هلا رح نروح على العزيمة يلي حضرتك عاملتيها ببيتك أما يمكن تكوني عزمتينا على المطعم بتوب فايف. عزيمة رح يكون عليها بابليك فيجرز. أول شيء وين بتفضل تعمليها بالبيت أما تعزمين على محل معين؟ يعني بحسب الأشخاص يعني أنا بحب عزيمة المطاعم وبحب عزيمة البيت. مايند يو هوني في كتير ناس بتقول إنه أنا إذا عزمتك على البيت هيدي قلة قيمة. ما بعرف ليه ناس بتفكر هيك. بقى بنقول لهم أنا بالعكس عزيمة البيت إلى قيمتها. يعني ست البيت واقفة وعم بتحضر بغض النظر إذا كان كاترينج ولا مش كاترينج هي بتوازي بأهمية المطعم. يعني أنا إذا أنت عزمتيني على مطعم في أنا ردلك عزيمتك على البيت مش تقولي لا ولو أنا عزمت على مطعم جبتني على البيت. لا بلكن أنا حبة كرمك أكتر بالبيت. كارمن رح نشوف هلا الطاولات. من كل طاولة بدك تختاري شخص واحد تعزميه على عزيمتك. يلا. أول طاولة عنا ليلى عبيد، ست بلقيس، أرزة شجياء وسابين نحاس. أنا بحبهم كلهم أكيد وما فينا نعزمهم كلهم. يمكن تعزميهم بغير عزيمة بس هلا بدك تختاري شخص واحد تنقلي على العزيمة الخاصة. أنا امبارح كنت مع ست ليلى بقى بحبها كثير 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 وبوجه لها أكيد تحية. بحبهم كثير وأرزة بحبها وسابين بحبها وست بلقيس كمان الأصحاب. بس امبارح لاني كنت عم بتعشى انا وياها بقى بقول مدام ليلى عبيد تحيه عن جد كثير كبيره لها. اوكي لكن اختي ليلى لاف يو تو. ثاني طاوله عندنا ناتالي نعوم، ريتا حرب، جوال ماردينيان وكارين وازن. كمان كنا مع انا كمان كارين ما بعرفها شخصي بس متابعتها طبعا. اي وش اي كان ميت هير. حدا هيك انفلونسر كثير مهم. بتحب الكونتنت طبعا. ايه بتعمل موتيفيشن بتعمل شغله مهمه. ريتا كمان انا كنت ضيفه عندها من الاسبوع الماضي من 10 ايام باعترافات مع ريتا. كنت انا وابني اليوت معها. جوال ماردينيان كمان ما بعرفها. شو اعترفتي لها بشي لريتا بالحلقه؟ والله لازم تحضريها اكيد بدي ارجع احضرها. لا كانت حلقه كثير حلوه كثير انبسطنا. كنت انا وابني وكيف العلاقات بين بتعرفي هيدا الجيل وجيل يعني في فرق بالتفكير وبقصص كثيره. يعني نحن كأميات منفكر انا كأم وبعمر معين بطريقه غير ما بيفكروا الشباب. وبعدها انا تربيتي لاولادي اسهل بكثير من هلا تربيه جيلكم وانتن الله راد بكره بس ما تتجوزي والله يرزقك اصعب. عم بتصير اصعب القصص. لا نحن كانت شوي هيك شوي على الهين على الهين. لكن مين رح تختاري؟ ناتالي كمان امبارح كنا نحن وياها بقى بختار ناتالي طبعا. ناتالي وليلى عبيد صار معنا. ثالث طاولة عنا عليها أريج الحاج، باتريسيا داغر، رولا شامية وإلي جلادة. إلي جلادة أنا إجا لعندي على البيت وعملنا حلقة كان وقتها مع هشام. عملنا حلقة عن الفيديو
تبعون الغسيل الايدين. هلا رح نرجع نشوف فيديو ثاني. ايه غسيل الايدين على وقت الكورونا. انا كنت عم بقول لهم غسلوا ايديكم وغنوا هابي بيرثدي. مزبوط. بقى قامت الايام وفايرل راح الفيديو. ايه وراح الفيديو فايرل، علما انه هيدي المنظمه العالميه للكورونا. ايه بوقتها قالت انه بليز 20 ثانية غنوا هابي بيرثدي، بس اول ما طلعت مني هيك طلعت انه على شكل راح فايرل، بس كثير ناس كانت واخذت بالنصيحة يعني. ايه واخذت بالنصيحة لانه هالقد لازم نطول لها. بقى لهيك بعزم اللي جلاد. يلا اوكي، رابع طاولة عنا عليها نيلة توينة، لنا مدور، موريس ماتا، وادمون سيسين. أنا بقول بلكن لنا مدور، لأن طبعاً تعرفت علي على الإنستغرام وحب تعرف علي شخصياً. أوكي لكن بعد I love you يعني نايلة تويني كمان. رح نشوف خامس طاولة. يلا خامس طاولة عليها نانسي عجرم، نادين الراسي، جورج إرداحي، ونادين لبكة. نادين لبكي بدنا نروح نحضر هلا لافان بريمير تبعيتها لؤوز ان الله راد. اي بلكن ما بعرف، بلكن نادين الراسي بتعرف عليها اكثر. بتحب تتعرف عليها؟ اي بحب اتعرف عليها. عملتي لها فولو اوريدي على انستغرام؟ اي عملت لها. انا بحب لما انا عاده ما بعمل ايه، عملت لي فولو، عملت لها فولو باك بهيك بكبر انه في كثير ممثلين وفي كثير ستارز وفي كثير اسامي كثير كبيره بقى عاملين لي يعني مهتمين بالاتيكيت. انتبهي انا ما بقول فولو لكارمن حجار، فولو لصفحه الاتيكيت للباج، بقى اهتمامهم وحبهم للاتيكيت هيك بيخليني اتشوق اني اتعرف عليهم اكثر واحبهم اكثر. طيب اذا بدك تفتحي اول موضوع خاصه بالاتيكات ومهم يكون اكيد، شو بتفتحي اي موضوع بالبدايه؟ للكل بدي اقول اهم شيء يعني هو نحن بنقول بالاتيكات حببهم بهالكلمه هيدي، ما يخليهم ما يحسوا انه الاتيكات شغله بتنقز او بتخويف، ولا انه نحن نقول انه نحن بنعرف. نحن بنعرف، كلنا بحاجه يعني، اكيد نحن بنعرف، اكيد تربيتنا ومعتقداتنا وقيمنا الدينيه والاجتماعيه بتصلح، بس كنا بحاجه لنتفت هيك تشتشوت. ايه نتفت تشتشوت، مش غلط انه نحن نكون هالقد متصالحين مع كلمه الاتيكيت. يعني في ناس غير انها بتنقذ من الاتيكيت، في ناس بتقلك انه هلا جاي بدك تعلمينا كيف ناكل ونشرب. بنعرف، بدي اذكرهم انه الاتيكيت مش بس اكل وشرب، هي تصرفات بالمجتمع، هي اخلاقيات، هي اخذ وعطاء، هي قعده، هي وقفه، هي حديث، هي ابتسامه. بقى الابتسامه قد ايه مهمه كثير مهمه بالاعداد، كثير مهمه ريتا، مش بس بالاعداد، بفوتي الاسانسور انا فيتي هلا بالاسانسور يعني ابتسامه صغيره مع تمتمه بونجور. يعني قد ايه حلوه وقد ايه بتعمل فرق. بتعمل فرق بالطياره، انا وقاعده جايه لاخذ مقعدي، لقيت الشخص اللي قاعد حدي قال له هيك اتبسم له بونجور، مش ضروري اتحدث انا وياه كل الرحله، بس انه بتعمل فرق كثير كبير. طب شو رح تعملي لنا اكل على هالعزيمه؟ لان انا اكيد رح اكون موجوده. ايه اكيد اكيد، انت على راس الطاوله. الاكل انا طبعا يعني بحب بطبخ، يعني بطبخ. شاطرة بالأكل. ايه شاطرة بالأكل. بتحب تعمل الأكل اللبناني؟ أكيد أكيد بعمل الأكل اللبناني. أنا على نوال بعمل الحبشة عندي بالبيت. واو. ايه مع هيك الرز تبعها. ايه لا بطبخ لبناني أكيد. بتطبخ لبناني. ايه. طيب إذا لغي إلي جلادة آخر تكة اضطر موضوع يعني كان يمكن جد شوية معه وقرر يلغي، مين بتعزمي محله؟ مين بعزم محله من ما ضروري من الصور من انا حبيت انه اعزم لي جلاده هيك لانه عنده نكته، عنده جو،
بيعمل نهفي، ما بعرف بلكي ما بدي سمي يعني. سمي حدا هلا طلع على راسك انه حدا بلكين قريش، انه قريش الحاج، قريش الحاج هيك عم مهضومه، امل طالب مهضومه كمان بحبها. رح ننتقل على ثالث فقره بحلقتنا كاتشاب. رح اسالك اسئله هيك سريعين لنتعرف عليك اكثر نحن والمشاهدين. شو بتقولي بجمله صغيره للمتنمرين؟ ما بقول لهم شيء ابدا، يعني دائما انا المتنمرين وفيك تشوفي على صفحاتي ببعت لهم قلوبي، بقول لهم ميرسي، بقول لهم ثانك يو، بقول لهم احترام الناس هو الاساس. ما بحب مايند يو ريتا، انا بالاول كنت هيك ايه كنت اتضايق وكنت انزعج وكنت اقول انه انا خاصه اول الفيديوهات يعني كثير احكي عن الاخلاقيات وعن بقى يجي ناس وهيك بقى اتضايق. اخذت معي وقت لحتى اتعود انه ماشي الحال، يعني بلكن عنده ظرفه اللي عم بيكتب، علما انه يعني على طول بالاذيه بتكون ايه بتعمل هيك، انه يعني ما عجبك اعمل بلوك، عمول ما بعرف، صح انه ما ضروري ما ضروري تتابعه، ايه ما ضروري المتابعه. للاسف في ناس بتفتلك على الستوري بتبقى هي منا فولورز، طيب اوكي بيطلع عندها البوست بال 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 بالستوري بالهيدا الباج العاديه اوكي، بس لانه تفوت على ستوري يعني هيدي قصدتك، قصدتك ولا تسمعي كلام ما حلو. يعني عن جد بقول لهم الله يسامحكم، وانا حدا كثير يعني واحترام الناس هو الاساس، وبحبكم وهيك للكل بقول بحبكم. طيب افضل ابلكيشن عندك؟ انا هلا هي الانستغرام. انستغرام اللي وقت بلشت على الانستغرام واخذت لي وقتي كثير. طيب بس تعصبي بتشتمي بتسبي بيطلع مني كلام بذيء؟ نحن اشخاص بالنهايه، بس ايه اكيد اكيد بلكن انه انا اذا عصبت اكيد بعصب، بس ما بسب، حتى بالبيت ما بسب يعني ايه حتى بالبيت ما بسب، ما بحب. نحن هيك تربينا يعني بتعرفي كنا لما ناكل قتله يعني في مسبه تطلع بالتم خبطه يعني. اولادك كمان ما بتخليهم يسبوا يعني ربي على هيدا؟ ايه اولادي ما بيسبوا، بس انه اولادي اكثر بيحكوا انجلش في كذا اوقات في عندهم الكلمات اللي بيقولوها، وللاسف هيك هلا عم بيقولوها كثير، علما انه في كثير مطارح محافظه بامريكا مثلا الاف وورد ما حدا بيرفضها هونيك، بس اولادي شوي بيستعملوها شوي بسيطة شوي بسيطة. ايه بس بتضايقني دائما، ايه بقول لهم بليز مام انه هلا بين بعضنا اوكي، بس انتبهوا مام مش هون مام، يعني انه هيك بحاول انه نبهن عليها. كارمن رح نستوقف مع بريك صغير ونرجع نكمل الحلقة سوا. يلا ورجعنا بعد البريك ورح نكمل أسرع الأسئلة بس بطريقة سريعة نلحق باقي الفقرات. يلا. شو اللي بخليك تصرخي؟ الشواز الكتير بس بقلب البيت. برات البيت؟ لا بالسيارة بجرب إني ما صريخ. بتجرب ما صريخ؟ بعمل كنترول، يعني أنا شوي عصبية بعمل كنترول. طيب. ما في بس الشواذ بيضايقني، مثلا ماشي بالسيارة سيارة قدامي، ما بدي أقول سيارة كتير مرتبة كتير مرتبة، بيفتح الشباك بكب يعني ما في، أنا بطلع من التيابة إيه بدي قري، بدي زمر له، بدي أقول له شو عملت يعني بحس هيك. ايه اوقات بعملها علما انه يعني بعيطوا علي ما يقوم حدا ينزل يعمل لي شو قصه شو حكايه، بس كثير بيستفزني المنظر، مش قد ما انه سياره تاكسي مير او فان بيرمي بقول انا لا حول ولا قوه. بس انه طيب اذا كنت بجامعه وفي موبايل حدك وفجاه وصل مسج وقريت اسمك بهالمسج، بتطلعي تقرا شو مكتوب اما لا؟ عند الشخص اللي قاعد حدك يعني ضوى التليفون وقريت اسمك. اي يعني مسج خاص ما في اقرا من بعيد ما
فيها اذا فيك تقرا من بعيد. لا بجرب اني ما اطلع، لانه انا بدي اطلع بدي اعمل هيك بدي يكون يبين. بده يبين. لا ما مفروض، وما مفروض انا قاعده والشخص اللي حدي حاطط سيلولار. بنحكي عن السيلولار ما عدا لازم ينضب عن جد بالغدوات، حتى بقلب البيت عم تتغدي انت واهليك، عم تتغدي الام عم تتغدى مع اولادها، عن جد نتعود انه هيدا الموبايل تليفون عم ياخذ كثير وقت، ديفايس ما مطرحه على الطاوله، بس هني هالغدا عزمتك على قهوه، عزمتك على غدا، طب ما نحطه على جنب، مشكلتك بدي اطلع فيه، مطرحه ابدا مش على الطاوله، لا على شمال الصحن ولا على يمينه. بقى يا ريت شوي هيك نفك عن بس هيدا بحس انا مستحيل تصير، لانه خلص الناس صاروا كثير معلقين ادكتد. مظبوط، بس في مطارح عن جد ما لازم، عن جد في هيك ما بعرف. رح تشوف فيديو ثاني لإلك. يلا اكلوا بالملقعه، الملقعه بس للشوربه. الرز بيتاكل بالشوكه، الشوكه بشمال، السكينه باليمين. ممكن ناكله بهيدا الشكل كونتيننتال ستايل، او نقلب الشوكي على اليمين والسكينه على الشمال وناكله بهيدا الشكل على حسب الشريعه الاسلاميه باليمين. هيدي كانت نصيحه بدقيقه مع كارمن، وما ننسى انه احترام الناس هو الاساس. كفى على الاخير فيديو كمان معلقين هيدا معلقين عليه فريد، صح، وبينسرق للساك هلا نحن عنا، وخاصه يعني شوي النسوان هون الستات الحلوين، بنوصل ودغري بنحط الجزدان على الطاوله، كده فوا بنحط الجزدان بقلب الصحن المحطوط تيبين الكلاتش ليبين المارك. بقى هون عم بقول لهم انه شو ما كانت البراند تبع الجزدان مطرحه مش على الطاوله. بقى فريد شو عميل هون الفيديو ما كفى، حطوا على الطاولة، اجا حدا وسرقوا، شايفته كثير مهضوم الفيديو. كانوا رح نوصل لاخر فقرة بحلقتنا تيك توك تايم. يلا رح نشوف صورة فيها سي فود، من سمك لكريفيت لسمك البزرة. هيدول بدنا تقولي لنا الاتيكيت تبعيتهم كيف بيتاكلوا، يعني كيف ممكن ناكلهم، لانه عن جد اوقات ما بنعرف كيف بدنا ناكل مثلا سمكه البزر، ما بعرف اذا بفقوها، في ناس بتفقيها يمكن بالملقعه لا طالعه ولا نازله، بالملقعه فينا ناكل كل هيدول كل شيء. بس طيبه بالايد سمكه البزر؟ اكيد لا، اكيد لا، طبعا هن اكيد السمك. نحن هلا عم نمزح كلنا، اكيد السمك بيتاكل بالايد، خاصة إذا كنا بمطعم ما بعرف على البحر، بليز كلوا السمك بالايد، ما بدها هالقد تفلسوا، بس على طول بنقول إنه مش بالايد، كل الايد، بالأصابع بشكل مرتب فق السمك وآكله، وفي آكله بالشوكة والسكينة، هلا في ناس بتستطعم فيه بتحبه أكثر بالايد، مش غلط أبداً أبداً أبداً. هلا في حال عندنا فيليه سمك معزومين على مطعم، أوكي بدي أنا فيليه سمو، هون ساعتها بتجي قطعة السمو أكيد مش بالإيد، هون بدي حتماً شوكة وسكينة لحتى أكل الفيلي سمو. بس بالمطاعم، وهلأ أكيد كل الناس بدها تروح على البحر ومطاعم سمك، بليز كلوا بالإيد إذا حابين تاكلوا بالإيد، مش غلط أبداً، مش غلط أبداً أبداً أبداً، يعني بالعكس. للأسف خلصت حلقتنا، وما بينشبع منك ومن الأخبار كلها يلي بتعلمينا إياها، وأنا كتير انبسطت باستضافتك معنا بنك، على أمل نرجع نشوفك بحلقات تانية. مرسي معنا كتير، وعطولوا مواكبين لك الفيديوز تبعولك. مرسي كتير لألكون ولكل المشاهدين. تانكيو ريتا، تانكيو لألك كارمن. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة، أكيد انطرونا.